السياحه قبل الثوره كانت هنا كويسه، ان هم اللي بيجي كان بيجي يتفرج على الجنينه والمناظر في الجنينه. طبعا ايه بعد الثوره الناس بتخاف تنزل اصلا، يعني حتى المواسم مش زي الاول، فاهماني؟ يعني بالنسبه لنا كان ايام المدارس ده يوم الجمعه هو اللي كنا بنشتغل فيه، دلوقتي الجمعه ما بقاش فيه شغل زي الاول. مش السياح، احنا مش هنتكلم على الاجانب، احنا بنتكلم على المصريين. حتى يعني قصدي السياحه الداخليه، حتى المصريين يعني مشكله ان هم بيخافوا من المزارات. تمام. بس يعني هم بيقلقوا من المزارات. تمام. المزارات لما بتقوم طبعا الناس بتخاف، يعني واحد مع عيلته وبتاع بيخاف ان هو ينزل يخرج بيهم وكده. بس هما دي المشكله عندنا كلها، لكن الامن اصلا بيأمن لنا بره الجنينه. هو حوالين الجنينه كده من بره، لو حضرتك صورت الباوضه ومن الجمعه هتلاقي عربيات الامن بتبقى واقفه كتير. بس طبعا احنا بنروح ونيجي عادي، يعني حتى الجمهور بيروح ويجي عادي، مفيش مشكله. كان تاريخ الوحش